أمة خير الأنام ومصباح الظلام، وبدر التمام ومسك الختام، ورسول الله الملك العليم العلام. عليه من الله ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام. بادروا واغتنموا ووقروا واحترموا وعظموا أيام شهر الصيام، وداوموا على سنن المصطفى تنالوا المقامة في دار السلام. الله يرزقنا وإياكم القبول ويختم لنا بخير عند التمام. عباد الرحمن، ذهب الليل وجاء النهار. بقدرة الله الملك العزيز الجبار، إن هذا لنقص من الأعمار وتقريب إلى الآجال، فانتبهوا واعتبروا يا أولي القلوب والأبصار. الكل يفنى ويبقى الواحد القهار. يا ذا الذي استغرق في نومه، يا ذا الذي استغرق في نومه، قم واذكر الحي الذي لا ينام، وصل في الليل ولو ركعتين، قد فاز عبد في دجى الليل قام. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الورى، أفضل من حج ولبى وصلى وصام ورق السبع السماوات العلى وصلى إمام. تورمت يا صاح أقدامه من سهر الليل وطول القيام، وأنت يا مغرور في غفلة تلهو بعيش ما له من دوام. مولاك يدعوك إلى بابه وأنت مشغول بطيب المنام. يا حسرة المبعود عن بابه، قد فاته المسكين كل المرام. قد فاز من قام في باب الرجاء يدعو الله والناس نيام. فقم إلى مولاك في جنح الدجى وقل: إلهي 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 إنني مذنب، نسألك يا إلهنا العفو والعافية وحسن الختام. يتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، ويدخلنا وإياكم الجنة من باب الريان بسلام. اركعوا الفجر واغتنموا الأجر يرحمني و
يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ.